سناء مصطفى والدة عبد الرحمن حسن المشارك للموسم الثاني في هذه المسابقة الرائعة تحدي القراءة العربي. هذه المسابقة أضفت الكثير على عبد الرحمن بصفة خاصة لأنه يكتب القصة، أكسبته العديد من الأساليب اللغوية الجديدة التي أفادته ككاتب الوثائقي وأيضا في موضوعات التعبير في المدرسة. القراءة وحدها هي القادرة على صنع الجيل المثقف الذي يمكنه أن ينافس وأن يصل بدولته أو بأمته إلى التقدم وإحراز الرقي. أتمنى أن يوفقه الله في هذه المسابقة وأن يحرز مركزا متقدما على مستوى الوطن العربي وليس على مستوى مصر وحدها. شكرا لكل من كان له دور في إثراء عقول أطفالنا في هذه المسابقة الخيرة.